أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: إنني مريضة بتسمم في الدم، وفي كل يومين تقوم بغسل دمها، وتظل هذه الأجهزة فيها ما يقارب 5 أو 6 ساعات، وقد تفوتها صلاة الظهر أو صلاة المغرب، وهي بين أمرين: إما أن تصلي هذه الصلاة وهي على حالها والدم يدخل ويخرج منها في هذه الأجهزة فتؤمن بالركوع والسجود وهي غير مستقبلة للقبلة، وإما أن تؤخرها حتى يخرج وقتها فتجمعها مع العصر أو العشاء. والسؤال: كيف تصلي وهي على هذه الحال؟ هذه مريضة يا أخي، هذه مريضة، والمريض يباح له الجمع. فإذا دخلت العملية قبل دخول الوقت، وقت الصلاة الأولى، دخلت العملية قبل دخول وقت الصلاة الأولى، فإنها تؤخرها وتصليها مع ما بعدها جمع تأخير. وإذا كان العكس، دخل وقت الأولى قبل أن تدخل العملية، فإنها تجمع جمع تقديم، تصلي الأولى وتجمع إليها الثانية جمع تقديم، وهذه مريضة يباح لها الجمع والحمد لله. نعم.